السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني إخواتي، مرحبا بكم معنا اليوم في هذا الفيديو الجديد. إذا كنتم أول مرة تشاهدوا القناة، ما تنسوش تشتركوا معنا في القناة بالضغط على زر الاشتراك، الزر الأحمر اللي كاين أسفل الفيديو، فعلوا زر الجرس باش تبقوا توصلوا دائما بالجديد ديال الموديلات الجلابة والقفطان المغربي، وكذلك الجديد ديال الأثواب. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش كذلك تضغطوا على زر الإعجاب، زر لايك، كتشجيع لنا على الاستمرار والبحث دائما عن الجديد ديال الموديلات. اليوم عندنا تشكيله رائعه ديال الجلابه المغربيه، جلابه بالرنده وجلابه كذلك بالبرشمان، يعني مخدومه بالليد بالقطيب، يعني تشكيله رائعه. كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. جلابه بالرنده، جلابه بالقفطان، كذلك جلابه بالثوب ديال الكريب بالرنده، جلابة كذلك في صالة مخزنية بالثوب ديال الكريب، خدمة براندة رقيقة، جلابة بالثوب ديال الكريب براندة عريضة، كذلك جلابة بالثوب ديال الكريب في صالة مخزنية براندة عريضة، خدمة بالألوان. كذلك جلابة بالثوب ديال الكريب مخدومة بالراندة عريضة، مخدومة بالألوان، يعني الراندة حصيرة، جلابة كذلك بالثوب ديال الكريب مخدومة بالراندة عريضة، كذلك جلابة بالراندة ثوب ديال الساتان مزوق، جلابة بالثوب ديال الكريب مخدومة بالراندة عريضة، جلابة كذلك بالطرز والراندة رقيقة، جلابة بصالة مخزنية بالثوب ديال الكريب مخدومة بالراندة رقيقة، كذلك جلابة بالثوب ديال الكريب بالراندة عريضة. موديلات راقية ورائعة ديال الروندا المغربية، كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تضغطوا على زر الاعجاب، زر لايك، كتشجع لنا على الاستمرار والبحث دائما عن الجديد. جلابة بالثوب ديال الكريب مخدومة بالروندا عريضة مع التنبات ديال العقيق، كذلك جلابة بالثوب ديال الكريب مخدومة بالراندة عريضة مع التنبات ديال العقيق، جلابة كذلك بالثوب ديال الكريب مخدومة بالبرشمان بالقصيب بالليل منبتة كذلك بالعقيق، كذلك جلابة بالقطيب بالبرشمان، جلابة بالثوب ديال الكريب كذلك بالبرشمان، جلابة بالراندة مطروزة بالليد منبتة بالعقيق، كذلك جلابة بالبرشمان، جلابة بالراندة منبتة مخدومة بالراندة رقيقة طرز ديال الكمبيوتر، جلابة بالبرشمان مخدومة بالقطيب بالليد، جلابة بالقفطان. الموديلات راقية ديال الجلابة المغربية بالبرشمان،
تليب جلابة بتنبات ديال العقيق مخدومة بالبرشمان بالليد بالقطيب، ثوب ديال الكريب، كذلك جلابة بالبرشمان مطروزة بالطرز الرباطي في صالة مخزنية، كذلك جلابة مخدومة بالطرز والتنبات ديال العقيق، كذلك مخدومة بالبرشمان بالقطيب مخدومة بالليد. كذلك جلابة في صالة مخزنية بالتوب ديال الكريب مخدومة بالراندة رقيقة، كذلك جلابة بالبرشمان. كذلك جلابة بالبرشمان بالقطي مع الطرز الكمبيوتر، كذلك جلابة بالبرشمان بالقطيب، جلابة بالراندة عريضة راندة حصيرة يعني بالتوب ديال الكريب، كذلك جلابة بالبرشمان بالمرمى السفيفة ديال المرمى ديال الليد، جلابة كذلك بالقطيب بالبرشمان، كذلك جلابة بالبرشمان بالليد الزواق ديال الملم، كذلك جلابة بالطرز ديال البرشمان، جلابة كذلك بالبرشمان بالقطيب، الموديلات راقية ديال الجلابة المغربية. كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش تقتل زر الاعجاب زر لايك كتشجع لنا على استمرار البحث عن الجديد.